جبل صبر منتزه أبناء تعز الطبيعي، وهو الأقرب والميسر، فإليه تخرج الأسر والشباب، ولكنهم للأسف يلاقون فيه ما لا يسر العين، فالمخلفات مرمية على امتداد الطريق الممتد إلى منطقة العروس. من بداية الحرب يعني مرة أو مرتين شلوا كذا بالمساعدة عادل أصحاب المحلات وأصحاب البقالات وأصحاب هذا، والآن نطالب السلطة المحلية وكل المحافظ برفع المخلفات بقدر الإمكان، لأنه أصابنا بالأمراض والكوليرا هذه. عن سرعة إنقاذ الطريق من خرابها في المستقبل، واحتملوا جميع الحجر وجميع القرى مسؤوليتهم على عاتقهم. نحمل مدير المديرية والسلطة المحلية المسؤولية، كونهم هم المسؤولين الأولين على المنطقة، ويقومون بسحب مبالغ نقدية من أصحاب المحلات دون أي حق بدون أي عمل. نشتي منها من رفع القمامة ولا تغيير قدرين، نطالب بإقالتهم. عرف أبناء صبر بحبهم واستقبالهم للضيف، ولكن طريقهم حولوها مقلبا للمخلفات المتراكمة في أطراف الأسواق وعلى مداخل القرى بشكل يسيء للجبل وللمديرية، ويترك أثرا سيئا عند الزوار الكثيرين للمنطقة، وخاصة في موسم الأعياد والأمطار، حتى أنها تكاد تغلق الطريق أمام السيارات والمتنزهين الباحثين عن الهدوء. نحن متوجهين إن شاء الله خلال الأسبوع القادم لحملات رفع جميع المخلفات الناتجة عن القمامة اللي كانت متراكمة خلال الأعوام من بداية العام 2015 والحرب. أول منطقة أو مديرية استهدفها عبر الطريق الرسمي، فمن ذلك الحين لم يتم رفع أي مخلفات، ونحن بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة حصلنا على توجيهات بتسخير وسيلة أو وسيلتين لرفع المخلفات. ورغم ضيق الطريق إلا أن المواطن أيضا يستغل مساحة منها للأحجار ومخلفات البناء، وتترك لسنوات من غير تحريك لها واحترام لحق الطريق الذي أصبح ممرا لآلاف السيارات مع الحصار المفروض على مدينة تعز.